بداية، سلمت أمس الممثلة نورهان زغيد وسفيرة النوايا الحسنة رانيا برفقة عدد من المؤثرين سلموا مختلف التبرعات الخيرية التي وصلتهم إلى مختلف المستشفيات بالجزائر العاصمة. التبرعات تمثلت في مستلزمات وقائية من كوفيد-19 وأدوية وحتى مواد غذائية. هذا ويذكر أن التبرعات تم جمعها بعد أسبوع كامل من الحملات التحسيسية التي كانت تقام على منصات التواصل الاجتماعي وأيضا على أرض الواقع من أجل جمع هذه التبرعات لمساعدة المرضى. ميكروفون لصفا مناسل. يعني عندنا احنا واحد ثمانه وحنا نبارطاجيو سوغ انستغرام باسكو ديجا عندي اون بلاتفورم حبيت نيتيليزيها لحاجه خير باسكو كتشوف في الوضع تاع بلادنا في هذا المومون فريمون بلادنا راهي تحتاجنا دونك سينا الماكسيم بارطاجيت مديت النيميرو تيليفون تاعنا باش الناس تكونتاكتينا. كاين اللي تبرعوا سواء بدراهم كاين لي مارك اللي تبرعوا ب par exemple les gels désinfectants les gels les désinfectants ولير les surfaces كاين لي لانجيت كاين ميم الناس اللي تبرعوا بالماء بلي لانجيت بالدواوات سورتو وفينوكس اكسيتيرا. نشكرهم كامل الناس اللي تبرعت وقدرت تتعاون بالحاجه الصغيره كاع. يعطيكم الصحه وميرسي بوكو. ورانا ان شاء الله هاد التبرعات ما راناش حندوهم غير لهنا لي زوبيتو راح ندورو ابوبخي على الناس راح ندورو للجمعيات الخيريه اللي تقول لنا الناس المحتاجه فريمون نمشيو نمدو لهم باسكو هاد الصوالح تاع التقييم راهم كراف لازم دوكا. الدوله تاعنا نورمالمون ان شاء الله راح نكملوا شرشال مليانه اي اليوم ان شاء الله اذا كفانا الحال نزيدو نجوزو لوبيتال تاع الجيسو مستاف وراح نكملوا ثاني تفلي كي قلت لك لي سيتي اكسيتيرا. حبيت نقول برك ام تيمو شيكو جميع انسان عاوننا في هاد الخطره نقول لهم يعطيكم الصحه وربي يجازيكم وما خلاوناش سوا لي بافيت سوا لي لانجات سوا لي جل ديزانفيكتون لي كوش تاع الكبار لي كوش تاع الصغار فاكيه الحليب الماء فريمون ان بو دو تو يعطيكم الصحه ميرسي بوكو اوني لا بوفوا تو مومون ان شاء الله نديروا لي تفليد باش تزايد تنفس بوين دوزيام فوا.